معانا على الهاتف اسلام عامر نقيب المأذونين. اهلا بيك يا استاذ اسلام. اهلا يا استاذ رضا، ازي حضرتك؟ ازيك، ازي اخبارك؟ فضل ونعمة. حضرتك تابعت المسلسل اللي بيعرض على شاشة التلفزيون حاليا برغم القانون؟ هو الاول بسم الله الرحمن الرحيم، تهاني للشعب المصري كله والامه العربيه. احسنت. انتصارات اكتوبر، ودايما يا رب نطلع قدام بقيادتنا وجيشنا وشعبنا المحترم الواعي الفاهم العارف اللي ورا القياده السياسيه بتاعته. اتنين، نيجي بقى للموضوع بتاعنا. أيوة. اللي بيحصل في المسلسل ده من الواقع ومن الحقيقه يا استاذ رضا. والحقيقه انا بقالي اكتر من 7-8 سنوات بتكلم في الموضوع ده وبقول جاي منتحل صفه مأذون كتروا في مصر، ان كان في 4600 مأذون كان في قصاد منهم 4000 منتحل صفه. منتحل الصفه اللي ممكن اي واحد يستغله في ايه؟ في اعمال غير مشروعه. يعني كان في واقعه من 2-3 سنين تقريبا، بعد زواج استمر 3 سنوات تفاجئ الزوجه بان الوثيقه مصوره، والزوج يعترف ان هو جايب منتحل صفه واتعرض على النيابه واتحبس، وانهوا الموضوع صلحا فيما بينهم وعمل لها وثيقه تصادق على ما اظن. فده موجود من منتحل صفه مأذون، هيسبب لنا في كوارث. وبقول من خلال البرنامج المحترم بتاع حضرتك، الاموال العامه ومباحث الاحوال المدنيه، اي مكتب مفتوح لمأذون يعني يبقى فيه استعلام عنه، وان كان غير مأذون يتم غلق المكان او عرضه على النيابه او عمل محضر، بحيث ننهي الطائفه اللي موجوده الضاره، الافه الضاره اللي موجوده في المجتمع المصري. يعني انت متخيل ان هم بيسحبوا بعض الاوراق اسكنر ويبداوا ان هم يتعاملوا بيها؟ أيوة. ويدوها للناس على ان هي وثيقه زواج. طب نفترض جدلا الزوج مات وهي ملهاش قسيمه، تروح فين؟ وبعيب على المواطن المصري، بقول له قبل ما تروح تكتب كتب كتابك، شوف المأذون وتاكد منه. مفيش مانع ان لو ما تعرفنيش قول لي بطاقتك كارنيهك، يبقى حتى على الاقل اطمئنيك لزيجي بنتي او ابني، هبقى مطمئن في وجداني كده هوت ان الورقه طالعه سليمه. بنتي في الشارع، وان انجبت الصبحيه تبقى تروح ترفع دعوى اثبات نسب ولا تعمل ايه ولا تأيد المولود ازاي؟ فيا ريت يا ريت يا ريت الحكومه وبالاخص وزاره الداخليه، الاموال العامه ومباحث الاحوال المدنيه، الاستعلام ده استاذ رضا، ارقام التليفونات مكتوبه على الحيطه. فعلا. المأذون الشرعي. انت ما انتش عارف ان كان مأذون ولا لا، وبيخش لابس معمم ويكتب كتب كتابه قدام الناس والسلام عليكم. طب وبعدين؟ انا عندي في اسكندريه بلاوي في اسكندريه من منتحل صفه مأذون هناك. كتير. يعني انت 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 متخيل ان في واحد محبوس هناك منتحل صفه. ويعني وتقدمت ببلاغات كتير. ايوه. يعني انا تقدمت ببلاغات، شوفوا لنا، واللي بيخش مقدم ضده بلاغ يقول لا انا مش مأذون، ده انا كنت موجود بس بمجرد ان انا بشر. قال لا لا اله الا الله، وهو ده عملك او شغلك؟ لا يعني انا يعني لا اتذكر وشيء بشيء يذكر، الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف الاسبق كتر الف خيره بجد، يعني لما ادى تعليمات لمديريات الاوقاف الجمهوريه بالتنبيه المشدد على العمال وعلى الائمه وعلى الخطباء، ممنوع اشاره عقد الزواج الا في حضور المأذون بشخص. النهارده اي كتب كتاب في المساجد، ولذلك دول بيستغلوا بقى كتب كتاب فين؟ في منزل حاجه مداريه ما حدش يعرف عنها حاجه، انما عشان يخش المسجد وهو مش مأذون ممنوع. فيا ريت نعممها ونوعي المواطنين، وانا على اتم استعداد اللي بيسال على المأذون بتاعه، لان المكاتب الفرعيه بتاعت النقاب بتوجه المواطن، المواطن بيسال مين المأذون المختص بالمنطقه ديت؟ لأن عمل المأذون اختصاص مكاني وخاص بمحل إقامة الزوجة مش الزوج. يعني لما تكون العروسة مثلا من القاهرة من بولاق تقرور، يبقى مأذون بولاق التقرور هو اللي يكتب لها، ما نجيبش بتاع الهرم هو اللي يكتب لها، ده في اختصاص مكاني للمأذون. زي في الأرياف كده عندنا. لأن المأذون المفروض في الاختصاص المكاني رضا علمه بالزوجة أكتر من الزوج. أيوة. لأن موانع الزوجة الشرعية أكتر من الزوج. يكون كل مأذون بلد هو مسؤول
عن عن المنطقة أو الحي أيوة. أو القرية اللي هو موجود فيها لإتمام الزيجات اللي موجودة، عشان عارف أصحاب الشأن، عارف الزوجة دي إن كان سبق لها الزواج من عدمه أرملة ولا مطلقة يبقى عارف، لم يسبق لها الزواج بيبقى عارف، بيبقى هو أطرى ببنت منطقته أو بنت حيه، أو لو هيستعلم عنها بيستعلم عنها بكل سهولة. طيب. لأن أنا المواطن بيجي قابلني قبل منها بثلاث أربع أيام يقول لي أنا جايب كتاب كتابي، أقول له بنت مين؟ ولازم أعرفها ولازم أسأل ولي أمرها مؤخر صداق بنتك قد إيه؟ في شروط مطلوبة ولا لأ؟ المنتهى للسبب ما بيعملش الكلام ده كله أو ما يسألش. طيب. نسب طلاق عالية بسبب الكلام ده. يكتب الكتاب وخلاص، هو يعمل الفلوس. يا أستاذنا الفاضل، أنت متخيل واحدة يتم طلاقها وبعد ثلاث سنين راحت اتجوزت تفاجأ بإن معمول لها محضر جمع ما بين زوجين، ليه؟ لأن مؤسسة الطلاق مزورة، يعني أنت متخيل؟ وهي ما جمعتش، ده هي مطلقة فعلا. ضحية. ضحية واحد نفسها، ولذلك أنا آسف في اللفظ، ما ينفعش إن أنا أقول على حد نصاب، لا بس هو يعني بيقوم بعملية نصب على خلق الله، بيضل الناس. طيب أستاذ إسلام، عاوز أسأل بس حضرتك سؤال، وأنت مأذون يعني مراقب المأذونين، يعني الزواج اكتر ولا الطلاق اللي بيجي لك؟ بص يا بيه هي يعني بص نسبه وتناسب. احنا لو بصينا لحالات الطلاق، شوف نسبه طلاق الخلع قد ايه، والطلاق للضرر في المحاكم قد ايه، الطلاق الشفهي قد ايه. الطلاق عند المأذون قليل على فكره، لان احنا لو استوعبنا حالات الطلاق باتمام الطلاقات يبقى البيوت كلها تتخف، مش هينفع. طبعا. العمل المأذون اجتماعي قبل ما يكون توثيقي، مش موضوع ان واحد جاي بيقول له هطلق مراته واطلق له، اسبابها ايه؟ الاسباب والخلافات اللي موجوده في البيت موجوده في كل البيوت. ياما الراجل بيزعل مع الست بتاعته، ياما الست بتزعل من الراجل، مش لمجرد الزعل او اختلاف وجهات الراي او محتاجه وهو ما معهوش، يعني بنبسط الامور للناس عشان نقلل من نسبه الطلاق. وارجع واقول لحضرتك إن زيادة التعداد السكاني، يعني لما يكون عندي الألف بيطلق منهم عشرة، أما يكون عشر تلاتة يطلق منهم مية، فالعشرة ما يبنوش قد المية بالرغم من زيادة التعداد السكاني، فهي النسبة تقريبا يعني متساوية من سنة لسنة، إلا حاجات تزيد حاجات بسيطة، والفترة العمرية بتاعت الشباب اللي هي من 20 العقد الثالث بالذات من 20 ل30 نسبتهم عالية، لأن طبعا يعني مش عاوز أقول مفيش توجيهات من الأسر. الأم المفروض بتوجه بنتها، بتقول لها جوزك ثم بيتك ثم بيتك، عيشي حياتك، ما تزعليش جوزك. الأب نفس النظام يوصي ابنه زي أختك وزي عمتك وزي أمك، يعني بتعملها إن ديت واحدة ست كده، مش هنلاقي خلافات. النهاردة العيل بيتجوز، يا أستاذ رضا أنا آسف مش بقول العيل، لأ العريس بيجي يتجوز في أمانة الله، تبص تلاقي بابا جهزه وماما جهزته. أيوه. فأقرب محطة. طبعا. ما تعبش، لو تعب وجاب وشقي مش هيفرط في اللي جابه. أكيد طبعا. ومش هيفرط في بنت الناس، وبيتهيألي هيعيش وهيفتح بيت، إنما حاجة تاكله ببلاش. سهل إن هو يفرط فيها ببلاش. يبقى على أدفع الأسباب. طيب استاذ اسلام، عقد النكاح النهارده سمعت انه تكلفته وصلت عند بعض المأذونين 300 جنيه، مظبوط الكلام ده؟ يا دي بص يا بيه، لا يسيء افعال المأذون على السوق. يعني انا النهارده لما المأذون ياخد 300 400 جنيه اتعب لي في كتب الكتاب، قيمتهم ايه؟ تعالى النهارده انا عندي بعض المأذونيات يا استاذ رضا، تبص تلاقي في الشهر عقد واحد، ولا يجوز للمأذون الجمع ما بين عمله كمأذون واي عمل اخر. طب لو عنده عقد واحد في الشهر وهياخد فيه 2000 جنيه هياكل منه ويشرب منين؟ تختلف من منطقه لمنطقه في الاتعاب، بس بالرغم من ذلك ما بنحاولش، لان النهارده اللي يولدها ده العريس ايه؟ ده بيبقى جاي بيبقى عاوز المأذون يديله 100 جنيه. ايوه فاهم. دي حقيقه، وبعدين كل واحد في قلب منطقته لازم نجامل. ما هو ده ابن عمتي وده ابن خالي وده اصل قريب اخويا وده حماتي. طب بص تلاقي يعني 90% من شغلنا مجاملات بنجامل الناس، مش مهم ان انا اخد اتعب، بس المهم الناس تحب الواحد.
ربنا ايه يعني يهدينا كلنا نتمنى ان شاء الله الاستقرار للاسر المصريه. استاذ اسلام عامر وكيل المجانين، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على المداخله المهمه دي. نتمنى يا رب ان شاء الله كل اسرنا المصريه تنعم ان شاء الله بالاستقرار، واحنا في ظل متغيرات في العالم كله، ظروف اقتصاديه زي ما هو قال كده، الانسان لازم واهل العريس لابد برضه يحسسوه بالمسؤوليه، لان الجواز مش سهل، جواز امر لابد ان الانسان يكون راجل يتحمل مسؤوليه بيت واسره وبنت ناس سلموها او سلموه اغلى ما عندهم، فلازم يتقي الله فيها ويحافظ عليها قدر المستطاع، وكذلك يعني العروسه برضه تخاف ربنا في جوزها وفي اهله، لان في الاخر ربنا بيعامل الناس على حسب نواياها، مش هتعامل وتكون نيتك خير وتلاقي الجزاء يكون حاجه وحشه، لا بالعكس، الجزاء دايما من جنس العمل.